اختتم الرئيس اللبناني ميشيل عون زيارته للعاصمة السعودية متجها إلى الدوحة. زيارة عون للرياض هي أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيسا في أكتوبر الماضي. التقى خلالها أمس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، حيث عقد جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والمستجدات العالمية. هذا ونفى الرئيس اللبناني ميشيل عون قيام بلاده من قبل بأي عمل يضر بالمصالح العربية وخاصة السعودية. حديث عون جاء في لقاء له مع برنامج مع تركي الدخيل على العربية الذي سيبث في 7 بتوقيت السعودية من مساء الغد. أول دولة دعيتني حتى أزورها، وثانيا كان من الضروري لإجلاء بعض المشاكل وأعطاها بعد الحقيقي وإزالة الغموض. لبنان لم يقم بأي عمل يضر بمصلحة عربية وخاصة بما يتعلق بالعربية السعودية، كان لابد من إجلاء هذه المعاينة. ونحن نريد أن تكون العلاقات كما كانت سابقا، نحن نؤمن الاستقرار. عون أضاف أن الدولة ليست مع أي سلاح يستخدم في الداخل اللبناني، مشيرا إلى أن وجود السلاح كان مرتبطا بظروف دقيقة كانت موجودة، وأوضح أنه لا يوجد دور للمقاومة في الداخل اللبناني لأن هذا الدور أصبح جزءا من أزمة الشرق الأوسط التي يدخل فيها الأمريكيون والروس والإيرانيون. مش مع أي سلاح يستعمل في الداخل، وهذا مؤقت. هيدا سلاح ونوجد وفات. ما كنت بالمسؤولية، أنا ما كنت بمركز المسؤولية أولا، ثانيا الظروف كانت دقيقة وقت الدخل على سوريا، كان صار في اشتباكات على الحدود اللبنانية. لا أريد تبرير ولا أريد تأييد، إنما الظروف كان في عجز بالدولة عندها. دور للمقاومة داخل لبنان ما في، هذا الدور صفى جزء من أزمة الشرق الأوسط يلي فيها الأمريكيين، فيها الروس، فيها إيران، فيها تركيا، فيها. ينضم إلينا من بيروت الكاتب السياسي حازم الأمين. سيد حازم، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. باختصار أولا، ما الذي أو أهم ما أنجزته هذه الزيارة للسعودية؟ يعني بتقدير الزيارة بحد ذاتها حدث، لأنه بالآخر نقلت، يعني كان هناك فعلا كما قال الرئيس عون أنه هناك سوء تفاهم شهدته المرحلة السابقة بين لبنان الرسمي وبين المملكة العربية السعودية. الزيارة حدوثها وله قيمة رمزية باعتقادي، هنا تتركز أهمية هذه الزيارة، لأن الرئيس الملفات الفعلية والحقيقية والثقيلة ليست بيد الرئيس ليبحث بها، أو المتعلقة طبعا بالموضوع الذي تكلم عنه وهو موضوع السلاح، وهو قال يعني عبارة كاشفة على هذا الصعيد أن السلاح هو جزء من أزمة الشرق الأوسط، يعني أن السلاح صار أكبر، سلاح لبناني أكبر من إمكانية الدولة اللبنانية على حله. هذا الاعتراف من الرئيس باعتقادي يجعل من إمكانية علاقات واقعية مع الدول التي وخصوصا دول الخليج ممكنة، انطلاقا من مسلمة أن البحث بموضوع السلاح وهو ما يشكل أحد عناصر الأساسية لسوء التفاهم السابق ليست بيدي، يقول الرئيس هيك. ويعني باعتقادي أنه هون يمكن أيضا وضع حد آخر لهذه الزيارة. الحد الأول يتمثل بأنه بحصولها، الحد الثاني يتمثل بإخراج الرئيس من نقاش السلاح
أو من نقاش حول السلاح غير الشرعي في أريد منك تعليقا حول ما جاء في المقابلة مع الزميل تركي الدخيل التي سنبثها كاملة إن شاء الله يوم غد في 7 مساء. قال بأنه لا يوجد بتوقيت السعودية بالطبع لا يوجد دور للمقاومة في الداخل اللبناني لأن هذا الدور أصبح جزءا من أزمة الشرق الأوسط التي يدخل فيها الأمريكيون والروس والإيرانيون. كيف تنظر إلى هذا التصريح؟ يعني هذا التصريح برأيي هو محاولة يعني جلاء أمر آخر. ليس لسلاح حزب الله دور في داخل اللبناني، الكل يعرف أنه لهذا السلاح دور، سبق أن لعب أدوارا واضحة، ثم أن وجوده خارج الحدود لا يعني أبدا أن تأثيره في الداخل منعدم، هو في خارج الحدود لأسباب لها علاقة أيضا بالداخل اللبناني. باعتقادي وجود هذا السلاح على خريطة النزاع في الشرق الأوسط أدخل لبنان إلى هذه الخريطة من باب محو الحدود وإلغائها وفتح الداخل اللبناني على الاحتمالات الإقليمية بشتى أنواعها. لكن ماذا عن دور سلاح المقاومة في الداخل اللبناني؟ هو أنكر وجود هذا الدور الآن، يقول بأنه أصبح جزءا من الماضي، لكن تعلم بأنه كان هناك حديث كثير حول سرايا المقاومة التابعة لميليشيا حزب الله، كان قد وصفها نهاد المشنوق وزير الداخلية السابق أنها تسعى للهيمنة على لبنان، وهي سرايا تابعة لميليشيا حزب الله حسب الكثير تريد تحقيق أهداف سياسية في الداخل اللبناني بقوة السلاح. يا سيدي، ليس فقط سرايا المقاومة، سرايا المقاومة تنظيم على هامش الموضوع المركزي للسلاح. الموضوع المركزي لسلاح حزب الله في لبنان هو سلاح حزب الله نفسه، والقول بأنه ليس له دور في الداخل، الكل يعلم أن له دور، وأن حضور حزب الله لا بل طغيان حزب الله على معظم مؤسسات الدولة نابع من قدرة حزب الله على التأثير من خلال هذا السلاح. كل لبناني يعرف، وكل عربي يعرف، وكل والمجتمع الدولي يعرف. ثم أن لهذا السلاح تبعات أخرى، يعني حزب الله تنظيم أصبح محاصر بعدد هائل من العقوبات الدولية. بالأمس وصل مسؤولون أمريكيون إلى لبنان ومسؤولون دوليون وتحدثوا إلى المصارف اللبناني، أو الأسبوع الفائت إلى حاكم مصرف لبنان عن لائحة العقوبات المصرفية على مسؤولين في الحكومة اللبنانية، ممثلين أو ممثلين لمسؤولين في الحزب الممثل في الحكومة اللبنانية. المسألة أكبر بكثير باعتقادي من إمكانيات الحكومة والرئيس على تداولها. طيب، أعود للجملة التي قالها الرئيس للعربية، وهي أن سلاح حزب الله هو جزء من أزمة الشرق الأوسط. هذا الكلام تفسيره أن لبنان صار في قلب هذه الأزمة، أن لبنان جزء من الحرب الدائرة في المنطقة بدءا من العراق إلى سوريا إلى لبنان طبعا، وربما وصلنا بهذا السلاح إلى اليمن. طيب، في نقطة أيضا أخرى وردت في هذا اللقاء أيضا، أو هي نقطة أيضا تم تداولها كثيرا، الحديث عن موضوع اللاجئين السوريين في لبنان. ميشيل عون له وجهة نظر في هذا الموضوع، قال بأنه من الممكن إخراجهم إلى مناطق آمنة خارج لبنان. هل من دلالات أيضا يمكن فهمها من هذا الكلام لميشيل عون؟ يعني أنا باعتقادي أن هذا الكلام هو امتداد لنقاشات تجري في الخفاء في لبنان حول مستقبل اللاجئين. أنا برأيي اللاجئين السوريين في لبنان يشكلون قلقا كبيرا لحزب الله بالدرجة الأولى. حزب الله توجه للقتال في سوريا وبدأ بمشاريع بترانسفير كبير من مناطق ريف دمشق، وهو نقل المشكلة إلى مناطقه، مما يعني أنه عدد كبير من اللاجئين الذين
هجروا من لاجئين نازحين سوريين، هجروا من مناطقهم في ريف دمشق في الزبداني وفي القصير وفي يبرود ومعظم مناطق ريف دمشق، وصلوا طيب. إلى لبنان وإلى مناطق يعتبرها حزب الله مناطقه. هذه الأزمة بدأ الحديث مؤخرا عن إمكانية إيجاد مناطق آمنة لهم داخل سوريا لإعادتهم إليها. باعتقادي أنه هذا الأمر يعني عملية تحويل الأزمة إلى أزمة أخرى، لأنه أين هي المناطق الآمنة في سوريا أولا؟ ثانيا من يعني عملية أو الحديث عن شمال سوريا، يعني ليس إعادتهم إلى ريف دمشق، لأنه أصلا المشروع هو يعني هو تهجيرهم من ريف دمشق، فإعادتهم إلى شمال سوريا وإلى مناطق إدلب وريف حلب يعني له دلالات كبيرة على مستوى الداخل السوري وعلى المستوى اللبناني. طرح هذا المشروع في هذا الوقت باعتقادي لا يخلو من نوايا تتعلق بهذا المشروع. ويعني بحسب المعلومات هناك يعني سفراء غربيين تحدثوا قالوا أن مسؤولين لبنانيين فاتحوهم بالموضوع أثناء بحثهم عن عملية تمويل لهذه، ولكنهم رفضوا. باعتقادي أنه يعني الدول المانحة سترفض بشكل قاطع عملية نقلهم إلى مناطق في سوريا. واضح سيد حازم، أكتفي بهذا القدر معك. الكاتب السياسي من بيروت حازم الأمين، شكرا جزيلا.